سهام، الطفل العربي ومشاهدينا طبعا يقرأ 7 دقائق سنويا وفقا لتقرير اليونسكو وحسب إحصاءات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإسكوا. إن العالم العربي يصدر عمليا كتابين مقابل كل 100 كتاب يصدر في دول أوروبا. أرقام مفزعة جدا جدا. ظاهرة العزوف عن القراءة لم تطل العالم العربي فقط بل دول العالم كلها، لكن ظاهرة حدثت مؤخرا قلبت الموازين، فبفضل تطبيق تيك توك ارتفعت نسبة مبيعات الكتب بشكل ملحوظ. كيف حدث ذلك رشيد؟ نتابع معك البقية وما دور تيك توك في زيادة معدلات هذه القراءة. من كان يظن أن منصة إلكترونية مثل تيك توك قد تعطي دفعة قوية للأدب وتؤثر على أرقام مبيعات الكتب؟ في ظاهرة افتراضية جديدة بدأ آلاف الشباب في العالم يشاركون كتبهم المفضلة على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك باستخدام الهاشتاج بوكتوك. حصلت مشاركة الهاشتاج على نطاق واسع وصل إلى أكثر من 84 مليار مرة. وبدلاً من الملخصات الكلاسيكية للروايات والكتب، يصور بعض مستخدمي موقع تيك توك مقاطع فيديو إبداعية قصيرة معظمها لا يتجاوز مدة 60 ثانية، ويقدم المستخدمون من خلال مقاطع الفيديو القصيرة هذه ملخص ما قرأوه في الشهر الماضي، ويناقشون الروايات والكتب أو يشاركون في التحديات مثل تحدي قراءة كتاب في يوم واحد فقط. لكن كيف ظهر بوكتوك؟ فبحسب المؤثرين على منصة تيك توك، فإن بوكتوك ظهرت خلال جائحة كورونا عندما قررت مراهقتان بريطانيتان تحويل تيك توك إلى مجتمع ثقافي عبر حسابهما الذي سرعان ما جذب أكثر من 200,000 متابع. ظاهرة بوكتوك شكلت صدمة غير متوقعة لمجتمع صناعة النشر الذي يبذل جهودا كبيرة من أجل التسويق وتحقيق المبيعات، إلا أن فكرة افتراضية نجحت في أسابيع معدودة في تحقيق مجهود سنوات، ليدرك الناشرون بعدها أن هذه الظاهرة ربما تعيد الكتاب إلى مكانته، ما يدر عليهم أرباحا كبيرة، ما دفعهم إلى التواصل مع المؤثرين على تيك توك لتقديم كتب وروايات مقابل الدفع لهم. رأى الكتاب أن نجاح بوك توك وتحوله إلى ظاهرة يفسر أن الكتاب لا يزال مادة أصيلة وعصرية في الوقت نفسه، وأن سياق جائحة كورونا كان مواتيا لإعادة اكتشاف هذه المادة. ظاهرة تفتح الباب على سؤال: هل أصبحت المعلومات المفيدة بحاجة لتقديم جديد يواكب متطلبات العصر؟ تفضل رشيد. الاسم صعب على كل حال. كلفت رشيد بقراءة الاسم. الدكتورة روضة القدري دومبروفسكا هي معنا هنا، وهي أستاذة مساعدة في برنامج علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في معهد الدوحة للدراسات العليا، لنتحدث حول هذا الموضوع. ولك يا سؤال. مرحبا بك دكتورة. روسية وهو إضافة يعني بالثقافة، ما بدي يعني غير اسم عموما. بلش معك بنقطة هذه المبادرة في حد ذاتها، تيك بوك على تيك توك. كثيرا ما تحدثنا عن مساوئ وأيضا سلبية تيك توك، اليوم نتحدث عن إيجابيات. هل يمكن بالفعل التعويل على منصات الرقمية وأيضا على المنصات المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر المحتوى المفيد بالنسبة للأطفال عموما وأيضا الشباب؟ أوكي. أول شيء شكرا على الاستضافة، والحقيقة أنا حبيت نتحدث أول شيء عموما أنه منصة تيك توك اللي هي منصة ظهرت في 2016 متخصصة في الفيديوهات، كأي منصة متاع تواصل اجتماعي لا تنفك تتطور وتتغير، يعني يغيروها يعوضوها بمنصة أخرى هي تجمع بين التفاعلي التواصلي الترفيهي وأيضا التعليمي. التيك توك هي وجه من وجوه تحول علاقات الناس الأفراد المجموعات بمنظومة المعلومة أو الخبر عموما، وما يسمى الثقافة، لأن الثقافة مش فقط عادات وتقاليد، أيضا the knowledge. أين حصل التحول؟ تحول أول شيء هو أنه مرينا من منصات المعلومة خلينا نقول التأثيرية، التلفاز، الجورنال والراديو والمكتبة اللي هي تقدم معلومة خلينا نقوله أحادية الجانب، يعني جافة، يعني من مؤثر إلى مؤثر عليه، ما فيش تفاعل. إلى اليوم مرينا إلى منصات تفاعلية
بمعنى أنه اليوم ما يبث سواء على التلفزيون أو الجرائد كله يشارك على فيسبوك على تيك توك على تويتر، ومن يحضره يتفاعل معه فكسب ايجنسي لأنه يهمهم الأوديمات فيغيروا الكونتينيو متاعهم المحتوى متاعهم. النقطة الثانية متاع تغير أنه مرينا من ما يسمى الثقافة الرسمية اللي تمر في المدرسة في الكتب من ما يسمى المثقفين إلى الثقافة المعممة. اليوم لما تدخل على تيك توك أو على فيسبوك أو تويتر عندك محتويات في كل شيء، الناس تشارك كل شيء، أسفارها، سفرياتها، تجاربها، فشلها، نجاحها في الحياة، طبخاتها، كل شيء. فالناس صارت من متلقي إلى مؤثر صانع، وهذا ينسحب أيضا لكن على هذا الأمر يتطلب غربلة يعني لكل هذه يعني دكتورة الحديث شيق فعلا معك ونحن يعني صار مؤثر يعني بالفعل. لما اليوم تمشي على تيك توك أو تلقى ناس نشرت مقولة من كتاب، الكتاب هذا ما كان حد يسمع عليه من أستاذه لكن يصيروا يروحوا يشتريوه يلقاه أنه شيء. دكتورة نحن نعتذر منك لكن مضطرين للذهاب الآن إلى مكان آخر هكذا. نتمنى أن تبقي معنا وربما متابعة الحديث فيما بعد. شكرا لك روضة القدري دوبروفسكايا، الأستاذة مساعدة في برنامج علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في معهد الدوحة للدراسات العليا. شكرا.